السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: المخدرات في العراق آفة أوجدتها الأزمات. مشاهدينا، سيكون معنا في هذه الحلقة عبر سكايب الباحث السياسي الأستاذ كاظم ياور، ويمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشكلة المخدرات في العراق مشاهدينا الكرام ليست جديدة، بل هي نتاج سنوات من العمل الدؤوب لتجارها ومروجيها منذ الاحتلال الأمريكي في عام 2003 ولغاية الآن، إلى درجة وصلت فيها هذه التجارة إلى أوج عظمتها في زمن حكم أحزاب السلطة في العراق صاحبة الصبغة الدينية. كيف انتشرت المخدرات في العراق بعد أن كان القانون العراقي يجرم تجارتها بعقوبات تصل إلى الإعدام قبل 2003؟ يتساءل عراقيون. يقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن مخدر الكريستال ميث أو الكريستال ميث يعتبر الآن المخدر الأخطر والأكثر انتشارا في العراق، حيث ذكر المكتب الأممي في تقرير له في عام 2021 أن مخدر الكريستال أصبح يصنع داخل العراق بعد أن كان يتم استيراده من إيران. وتتركز صناعة مخدر الكريستال في المحافظات الجنوبية المحاذية لإيران مثل البصرة وميسان بحسب الأمم المتحدة. يقول أحد الضباط في مديرية مكافحة المخدرات في مركز شرطة القناة ببغداد أن سعر الغرام الواحد من مخدر الكريستال كان يباع بسعر $100 في عام 2017، لكنه في عام 2021 أصبح $13 للغرام الواحد فقط. هذا التصريح الخطير مشاهدينا الكرام له أبعاد كثيرة تدفعنا إلى السؤال عن هذا التفاوت الكبير ما بين السعرين، وما هي انعكاساته على المجتمع العراقي؟ وهل انخفاض الأسعار هدفه الوصول إلى أقل طبقة في المجتمع؟ ثم كيف تعاظمت هذه التجارة في ظل وجود أسلحة الحكومة والأحزاب التي تدعي الدفاع عن الوطن من كل الشرور؟ ورغم حجم الكارثة التي يعيشها العراق بسبب تجارة وتعاطي المخدرات، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تكن على قدر المسؤولية ولم تتعامل مع هذه الآفة وفق حجمها، إذ لا يزال العراق يعاني من نقص في مراكز إعادة التأهيل من الإدمان، ما يدفع الحكومة إلى إيداع المدمنين في السجون بدلا من إخضاعهم للعلاج في مراكز متخصصة. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع هذا التقرير من إنتاج غرفة الأخبار في قناة الرافدين الفضائية بشأن ملف المخدرات في تفاصيل كثيرة. دعونا نتابعها ونستمع لها ثم نعود. المخدرات في العراق آفة خطيرة استشرت بعد عام 2003 حتى أصبحت ظاهرة، وباعتراف حكومي فإن إيران وسوريا وعبر شبكات مرتبطة ببعضها هما مصدر دخول المخدرات إلى البلاد، وفقا لأحدث تصريح أقر به وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري المسؤول المباشر عن ملف مكافحة المخدرات. طبعا خطوط التهريب هي من خارج الحدود فيما يخص الكبتاغون وفيما يخص الكريستال والحشيشه وكل الحدود، يعني اكثر الحدود الدوليه حدودنا مع الجمهوريه الاسلاميه يدخل منها تهريب، حدودنا مع الجمهوريه العربيه السوريه ايضا يدخل منها تهريب، هي عمليات شبكات دوليه مرتبطه ببعضها مع بعض، وهذه الشبكات الدوليه بالتاكيد يعني عندها رؤوس اموال وتتحرك. تصريحات الشمري ليست بالجديدة، فقد سبق وأكد محافظ ميسان من أن المخدرات تدخل إلى العراق من إيران، يضاف لذلك ما أعلنه قائد شرطة البصرة رشيد فليح من أن 80% من المخدرات في البصرة مصدرها إيران. وزير داخلية الشمري تحدث عن خطة لإنشاء الجدران الخرسانية على الحدود مع سوريا وإيران ضمن محاولات إعاقة تهريب المخدرات منهما إلى العراق، إلا أنه لم يتطرق للمعابر الحدودية التي تؤكد لجان حكومية بأن معظمها خارج سيطرة الدولة. السوداني، وخشية التصعيد ضد طرف تعده إيران أحد رموز ما تعتبره محور المقاومة والممانعة،
اختار زيارة دمشق ولقاء رئيس النظام بشار الأسد للحديث عما سماه تعاونا مشتركا لإنهاء تجارة المخدرات، رغم علمه بأن نظام دمشق يمول نفسه من بيع الكبتاغون الذي أغرق به دول المنطقة وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. تحدي المخدرات هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد مجتمعاتنا وتدخل في داخل صفوف شبابنا بشكل مدمر وخطير، ونقاشنا اليوم وما اتفقنا عليه من إيجاد آليات للتنسيق والتعقب والمتابعة هي الأسلوب الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. ضباط في وزارة الداخلية أكدوا أن انتشار المخدرات في العراق أسرع من جهود مكافحتها، بالتزامن مع تقارير تؤكد أن الكثير من تجار المخدرات الذين يلقى القبض عليهم يتمتعون بغطاء سياسي يمنحهم حصانة من المساءلة والعقاب. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير. نرحب الآن بالباحث السياسي الأستاذ كاظم ياور معنا عبر سكايب. حياكم الله أستاذ كاظم. حياكم الله، أهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة. أستاذ كاظم، بداية خلينا نبدأ من الأسباب اللي قادت إلى انتشار المخدرات في العراق. هل ممكن أن تعدد لنا برأيك الأسباب من وجهة نظرك اللي قادت إلى تنامي تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بعد 2003؟ نعم، شكرا جزيلا مرة أخرى على هذه الاستضافة الطيبة، وحييكم وحيي السادة مشاهديكم الكرام. طبعا أسباب هي كثيرة، ربما نعرج على بعضها في هذا الشأن. منها أسباب داخلية ومنها أسباب خارجية تتعلق ب يعني دول الجوار والحالة السياسية في المنطقة شرق الأوسط وكذلك في العالم. فأسباب الداخلية ممكن أن نعود إلى منها ذهاب إلى تخفيف العقوبات ما بعد 2003، حيث أن الكل يعلم أن عقوبة تعاطي المخدرات أو ترويج المخدرات في نظام السابق كان عقوبته الإعدام، فهذا الشيء كان يؤثر تأثير كبير على من يريد أن يروج أو يعمل في تجارة هذا الأمر. ثم بعد ذلك نأتي إلى الحالة الاقتصادية. الحالة الاقتصادية في العراق بعد 2003 وإلى يومنا هذا في تدهور مستمر بشكل غير مسبوق، يعني مما يؤثر على انتشار البطالة بشكل كبير، خاصة في أوساط الشباب العراقي يعني من كلا الجنسين. حتى أن التعاطي بحسب إحصائيات أو معلومات التي تزود بها وزارة الداخلية، جهات الإعلامية، أن كلا الجنسين مع الأسف الشديد يعني يتعاطى المخدرات في هذا الصدد، وأسباب كما ذكرتها منها الاقتصادية. المجتمع العراقي معروف عنه مجتمع محافظ، وقبل 2003 كان حتى كان أن وجد القانون الرادع، لكن أيضا كان هناك رفض مجتمعي لفكرة تجارة المخدرات، تعاطيها كانت منبوذة. ليش بعد 2003 يعني زادت من هذه الحالات والنسب التعاطي؟ هو ما كنت أعرج عليه كأسباب، منها الحالة الاقتصادية ثم الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية يعني مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة يعني لا توجد هناك يعني مراكز أبحاث ومؤسسات تابعة للحكومة العراقية تعمل بشكل يعني بمستوى الطموح من حيث توعية المواطنين، توعية الشباب بمخاطر هذه الأمور. هذه الأمور لا توجد لكي تكون هناك أمور اجتماعية في مستوى الطموح، وكذلك غياب حتى نحن يعني في العراق. صح أن لدينا عشائر وقبائل كانت يعني لديها تأثير قوي في المجتمعات العراقية، ولكن هذه القبائل والعشائر مع الأسف الشديد
اليوم يعني تأثيرها ليست كما كانت عليه في السابق لأسباب سياسية، لربما الأسباب السياسية أثرت حتى في هذه التوجهات، ولا تسمح للعشائر والقبائل في جانبها الإيجابي، ما أقصد إليه كانت يعني المضايف عبارة عن يعني توعية والعشائرية، وكذلك حتى المساجد والحسينيات وإلى آخره. كانت جميل. حضرتك الآن أوصلتني إلى رأس السؤال المتعلق بالأحزاب الدينية. أليس من الغريب أن تغزو المخدرات بلد فيه عشرات الأحزاب ذات الصبغة الدينية اللي صدعت رؤوس العراقيين ببرامجها وبقنواتها عن القيم والأخلاقيات اللي المفروض يقتدي بها الإنسان، في حين هم أصحاب السلطة، هم أصحاب السلاح، ومع ذلك المخدرات انتشرت في العراق بهذا الشكل؟ لعد لو ما حزب ديني كان ايش صار بالعراق؟ طبعا هذه كذلك تعتبر من الأسباب الرئيسية، أن هناك توجهات دينية كان بالأصل أن تؤثر على هذه المسألة وتحيد هذه الانتشار المخدرات، ولكن لا يخفى حتى اللاعب السياسي في الدولة العراقية أن أوساط قوى الأمن الداخلي سواء كانت في الشرطة أو في حتى في منتسبين من الجيش كذلك أخضعوا إلى التفتيش، حيث ظهرت في أوساط حتى رجال الأمن انتشار ظاهرة المخدرات، فكل هذه الأمور تدعو إلى أن تكون هناك مراجعات لهذه الأحزاب لبرامجهم السياسية ولأنظمتهم الداخلية ولتوجهاتهم السياسية، حيث باتت أنها لا تعمل وفق ما رسمتها أو ما تدعي إليه من جعل العراق ضمن المنظومة الإسلامية، وتتعاون العراق مع الدول الإسلامية، وكذلك الدستور العراقي منصوص فيها أن أحكام الإسلام هي السائدة في البلاد، هي لابد أن تطبق في البلاد، وتوجهات الدولة لابد أن تكون بها. من هذه الأحزاب يحترم الدستور والبنود المذكورة فيه؟ يعني هذه طامة كبرى. كذلك نحن إذا أعطينا مثال على ذلك في الفترة السابقة في فترة رئاسة دكتور برهم صالح، عندما قام بإعطاء عفو عن أحد أبناء المحافظين في محافظات الجنوبية، وهذا الشيء يعني كان هو من تجار المخدرات ويعني في السجن مقصود بذلك الأمر، يعني هذا المثال حي أن المخدرات محمية، تجار المخدرات محمي من هؤلاء الأحزاب مع الأسف الشديد، فكيف بمواطن العادي، فكيف بالشباب العاطل العمل، فكيف بالشباب الذين هم يائسون من السلطة السياسية عندما يرون أن من يقترب من السلطة السياسية يكون لديه فرص لكسب الأموال ويكون خلال عام أو عامين أو أربعة أعوام يصبح ملياردير على حساب أبناء الشعب العراقي. كل هذه أسباب تؤدي إلى أن تكون هناك يعني ابتعاد الشباب العراقي من مجالات العمل، وعدم توفير الحكومة العراقية والأحزاب السياسية فرص عمل عن طريق برامج حكومية، منها إنشاء معامل وتطوير المصانع وخلق فرص عمل، كل هذه مدعاة. إذن لابد أن تكون هناك مراجعات سياسية لبرامج الأحزاب الحاكمة في العراق. أرجع لحضرتك بعد شوية أستاذ كاظم، نستمع لرأي السيد علي من التاجي. تفضل يا علي، حياك الله. فقدنا الاتصال مع علي. طيب، فقدنا الاتصال مع السيد علي من التاجي. أستاذ كاظم، السلاح موجود بيد الحكومة وبيد الحشد الشعبي، هذه الميليشيات التي انضوت قانونيا ضمن الغطاء الحكومي، وبيد العشائر التي يميل أغلبها إلى الاصطفاف بجانب هذه الأحزاب، يعني القوة العسكرية باختصار بيد من يحكمون العراق.
من أين تدخل هذه المخدرات إذن، وكيف تدخل وهذا السلاح لا يوجه لحماية الحدود العراقية وللقضاء على تجارها داخل العراق؟ ما دور هذا السلاح إذن؟ طبعا كما ذكرنا أن الحكومة العراقية لابد أن تكون هناك مراجعات لأدوات العمل الحكومي، خاصة في مجال مكافحة المخدرات ومؤثرات العقلية، حيث الكل يعلم عندما يقوم، أعطي على ذلك مثال ولو نظريا، عندما يذهب الطبيب لإجراء عملية معينة، فإذا أراد أن يجري عملية أخرى لمريض آخر يبدل، يستبدل أدوات العمل أكيد، لأن تلصق به أمراض وميكروبات وإلى آخره. فلابد أن تكون هناك يعني رجال أمن مختصين وأصلا بعيدين عن الفساد الإداري، فساد السياسي، وكذلك يعني عن فساد حتى في جانب التعاطي المخدرات. هذه الأسباب الثلاثة أو الشروط الثلاثة التي ذكرتها في رجل الأمن لابد أن يكون بعيدا عن هذه الأمور لكي يقوم بأداء مهاماته بشكل واضح ووطني ومهني وإداري بشكل فعال. أما أن نأتي بأدوات ملوثة أصلا هي من تقوم بالفساد الإداري وفساد المالي فساد السياسي، أو هو أصلا ذراع لحزب معين هو أصلا فاسد من ذاته من أصله، فكيف يعالج هكذا ظاهرة أصبحت إقليمية ودولية حينما كان العراق مجرد ممر لهذه الأمور، أصبح اليوم مستهلك للمخدرات. وهذا الشيء ظاهر عندما ذهب سيد رئيس الوزراء إلى سوريا وإلى إيران، تحدث بشكل واسع وكبير أن يكون هنالك تنسيق عالي المستوى ما بين كل هذه الحكومات التي تأتي إلينا من عن طريق سوريا وإيران هذه المخدرات إلى العراق، ويستهلكها يعني أبناء الشعب العراقي، بعض من أبناء الشعب العراقي إذا كنا دقيقين. 50% من شباب العراق مدمنون على المخدرات. يعني هناك مع الأسف الشديد إحصائيات مثلا في 2022 العام الماضي، يعني بحسب وزارة الداخلية أنهم يعني تم قبض على 14,000، يعني هذا شيء معلن، فكيف بغير المعلن؟ يعني عندما يتساءل 14,000 شيء مخيف جدا للشعب العراقي، عندما كنا في حالات جدا دنيا لا يذكر العراق ضمن يعني تعاطي في المخدرات. الآن أصبحنا ظاهرة، حكومة تعترف أن العراق تمر بظاهرة في المخدرات. طيب. فهذا الشيء جدا كبير، لابد من مراجعة سريعة واتخاذ إجراءات حكومية حازمة بمستوى محاربة داعش. أرجع لحضرتك بعد قليل، لأن هذا كلام مهم حقيقي يستحق الوقوف عنده، لكن خلينا نستمع لرأي السيد أحمد من ألمانيا. تفضل يا أحمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أخي الكريم، مسألة رواج المخدرات في العراق هذه يعني ليست مسألة غير مدروسة، مسألة مقصودة بكل ما تعني الكلمة. تتذكرون وقارين شيء من التاريخ أن بريطانيا العظمى حاولت يعني تستحل الصين، سوت حرب المخدرات إذا سمعانين بها وإذا قارين عنها، وأجبرت الحكومة الصينية في عام يعني 1700 وشوية بداية القرن 18 والتاسع عشر على أنه تجارة المخدرات تكون حرة داخل الصين، ومن خلالها استطاعت أن تستعمر الصين لمدة 100 عام. هذا واحد. شيء ثاني، مسألة أنه معالجة هذا الأمر في العراق بعد أن كان العراق يعني خالي جدا، وأنا مسافر بالسبعينيات وثمانيات القرن الماضي، كان العراقي لا يشك فيه بأنه يحمل مخدرات في كل المطارات، لا يفتش. أما الآن فأصبح مصدر وأصبح حامل وأصبح موزع وأصبح منتج العراق. علاج هذه المسألة لا يتم من جهة واحدة حقيقة. من يروج المخدرات داخل العراق هي جهات متنفذة. المشكلة إحنا نقول من يصلح الزاد إذا الملح فسد. أول مشكلة العراق أنه الملح الموجود دي فاسد، أقصد بالملح السياسيين.
السياسيين هم المشرعون والسلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه. اذا فسدت واحده من هذه الاركان الثلاثه لا يمكن ان يكون اصلاح في العراق، فما بالك اذا كانت هذه السلطات الثلاثه هي فاسده. اخي تصفيه العراق وتنقيته من هذه الافه التي تفتك بالشباب يحتاج الى تكاتف القوى التشريعيه، السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه. ومع الاسف هذه كلها مدارة من قبل كارتلات المخدرات لأنها تدر لهم أرباح. شوف إيران وين خلت، أنا ضربت مثل الصين وبريطانيا، إيران وين خلت رجلها بالبلاد العربية؟ خلت المخدرات لتغييب الشعوب ولتمرير سياساتها وبدون أي مقاومة. وشوف أنه حال الوطن العربي وحال أهلنا بالعراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين، شوف وضعهم شنو. ومحاولة استهداف السعودية، سابقا كانت إسرائيل تستهدف، الآن إيران أخذت زمام المبادرة وأدت الموكل بها. نعم أشكرك، شكرا جزيلا سيد أحمد من ألمانيا. يعني ثبتنا نقطة حقيقة سنطرحها على شكل سؤال للسيد كاظم ياور، بس خلينا نسمع رأي السيد أحمد. سيد حيدر من التاجي، تفضل يا حيدر، حياك الله. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. شلونك؟ أنا أخوك سجين من التاجي ومظلوم، وأسأل على عفو رحمة الوالدي. حضرتك سجين في سجن التاجي حاليا؟ نعم، ومظلومين كل إحنا، وقاعد أسأل على عفو وننتظر رحمة الله إن شاء الله الفرج قريب. أنا أريد أسألك سؤال يرتبط بحلقتنا واستغل وجودك هنا يا أحمد يا حيدر. موضوعنا اليوم عن المخدرات، وطبعا سبق أنه انطرح موضوع يتعلق بترويج السجانين للمخدرات على السجناء، إجبارهم على التعاطي. وهذا الموضوع عرضنا مقطع سابق من سجن التاجي لناس يشتكون من إجبار الضباط على شرائهم للمخدرات. عندك تفاصيل أكثر ممكن تعطينا إياها بهذا الموضوع؟ والله أستاذ يعني كل شيء موجود. منو اللي يبيع لكم مخدرات؟ منو اللي يجيبها للسجن؟ والله أستاذ ما نعرفهم، يعني موجودين أشكال. نعم. بس احنا ناس مظلومين، ويعني البشر يغلط يا أستاذ. أقدر طبعا وضعك وأنه أنت مدى تقدر تحكي بالتفاصيل. أنا طبعا إن شاء الله صوتك يوصل يا حيدر، أنا أشكرك شكرا جزيلا. إن شاء الله بإذن الله يعني يفرج عن الأبرياء داخل السجون والمعتقلات. أنا أشكرك يا حيدر. سيد كاظم، أحمد من ألمانيا تحدث عن نقطة وقال بأنه إيران لم تطأ قدمها أي بلد إلا وجلبت معها الميليشيات والمخدرات. إيران هذه الدولة الإسلامية كما يقولون، الجمهورية الإسلامية، يجب أن يضعوا كلمة الإسلامية قبل إيران. كيف بدولة إسلامية بهذا الشعار لا يأتي من ورائها إلا الإرهاب، إلا المخدرات، إلا الميليشيات وفرق الموت والاغتيالات؟ طبعا بالنسبة للجار إيران، نحن صح أنه كدولة عراقية لابد أن نتعامل وفق معايير الدولية، ولا ننسى أنه يربطنا مع إيران حدود ممتدة إلى أكثر من 1000 كيلومتر، ولدينا مصالح اقتصادية بطبيعة الحال. فهذه المصالح المتبادلة ما بين العراق وإيران لابد أن لا يكون على حساب مصالح مبادئ وقيم عليا لأبناء الشعب العراقي. أنا ماذا أفعل بالأموال أو حتى بالكهرباء إذا صح التعبير، على أساس يأتينا الطاقة الكهربائية أو مصالح التبادل التجاري من إيران؟ هذا شيء مهم للعراق ولأبناء الشعب العراقي، ولكن عندما إذا تم، وهذا شيء ظاهر لا نقوله أنا من عندي، وهناك تقارير، ووزير الداخلية أن استمعت إلى تقريركم ذكر أنه يأتي مخدرات عن طريق الحدود إيرانية نحو العراق وكذلك من سوريا. فإذا كان يعني آلاف الشباب العراقي بسبب هذه التجارة اللعينة والملعونة، إذا تجارة المخدرات تأتي عن طريق إيران ويتسبب
بمشاكل صحية ومشاكل فقدان مستقبل وآمال لدى شباب العراقي، فماذا أفعل بالتجارة وماذا أفعل بمصالح أخرى مع إيران؟ فالجمهورية الإسلامية لابد أن تتعاون مع العراق بشكل فعال وجدي وحقيقي في التخلص من هذه الملف بشكل نهائي. أستاذ كاظم، كيف تتعاون إيران مع العراق؟ وبحسب تصريحات المسؤولين في العراق غالبية المخدرات تأتي من إيران، يعني إيران يعني واحدة من اثنين، يا فاقد السيطرة على حدودها، يا أما هي متواطئة وشريكة في إرسال المخدرات إلى العراق. إلى أي من الخيارين ترجح أو تميل؟ يعني بطبيعة الحال هناك مشاكل في داخل الإيراني، لربما هذه الأمر يتسبب يعني بفقدان ثقة للنظام الإيراني على أراضيها، يعني العامل الخارجي الدول المحيطة بالإيران عندما يرى ويحس ويشعر أن الدولة الإيرانية لا تستطيع من السيطرة على الحدود وعلى هذه الآفة الخطيرة النووي الثاني الذي لربما مخاطر النووي الأول سلاح النووي هذا شيء، أما هذا النووي تنتشر بشكل بطيء ما بين أبناء الشعب العراقي ومنها إلى دول الخليجية ودول الأخرى، هذا لا يقل خطورتها عن النووي، فلا بد أن تكون جهود دولية تساعد العراق بالسيطرة على حدودها مع إيران إذا لم تقم الجمهورية الإسلامية بتعاون تام حقيقي مع العراق، لأن أبناء العراق عزيز علينا كنحن الدولة العراقية، من واجباتنا الدستورية والأخلاقية والقيمية أن نحافظ على أبنائنا، أن نحافظ على أبنائنا في الوسط والجنوب وفي الشمال وفي كل ربع العراق، لا يهمنا التجارة، لا يهمنا أمور أخرى بقدر ما يهمنا أبناؤنا ومستقبل أبنائنا في العراق. فإذا لم تستطع الجمهورية الإسلامية من السيطرة على هذا الأمور على حدودها، لابد أن تتعاون الجهود الدولية مع العراق في الحد هذا الأمر، لأن هذا الكلام يدين إيران. سيد كاظم، هذا الكلام اللي تفضلت به حضرتك، إذا كان فعلا إيران فقدت السيطرة أو فاقدة للسيطرة على حدودها، فهي مدانة أيضا بموضوع دخول المخدرات إلى العراق، لأنه تأمين حدودك هو أيضا جزء من حماية حدود الآخرين أو حماية البلدان المحيطة. يعني المشاكل اللي تحصل ما بين تركيا والعراق ومساعي تركيا دائما للحفاظ على حدودها وتأمينها حتى لا يكون هناك أي تحميل مسؤولية على الطرف الآخر، أن أنت بفقدانك للسيطرة على حدودك يعني أدخلت الخطر إلي، وبالتالي هنا إيران تعتبر ربما متورطة فيما يحدث، نظرا لأنها رغم القوة العسكرية التي تمتلكها، رغم الميليشيات الحرس الثوري، ولكن مع هذا عندما تصل إلى العراق تفقد السيطرة فيما يتعلق بالمخدرات. نعم، هناك أنا عندما جعلنا هناك وصف دقيق لهذه المسألة، وحال العراقية لا تتحمل لسنوات أخرى من عدم المعالجة والوقوف على أسباب هذه الظاهرة، فلا بد أن تقوم الخارجية العراقية مرة أخرى بمراجعة هذا الملف بشكل كبير وعملي مع الجارة إيران. فالشعب العراقي تنتظر من الحكومة العراقية خطوات جدا جريئة بعد الوصف والتوصيف، وتريد معالجات. الشعب العراقي بحاجة إلى أن يكون جهود الحكومية إلى جانبه، فإذا لم تتوصل في لربما 6 أشهر سنة بالكثير إلى هذا الأمور، لابد أن يذهب الحكومة. هناك خطوات دبلوماسية لست أنا من أقررها، ولكن صحيح. الكل يعلم بذلك، هناك أمم متحدة، هناك
جهد الدولي لابد أن تتعاون مع العراق للحفاظ على أمنها القومي والسيادة البشرية والسيادة الدولية للعراق. في ظل عجز هذه الحكومات عن القيام بهذا الدور، وبالتالي يجب اللجوء إلى دول العالم، إلى المجتمع الدولي. في حال إذا عجزت الحكومة عن قيام بدورها لابد أن تقوم. يعني ليس في حال، هو ما يحدث حاليا. نعم نعم، فإذا حدث هذا الشيء والأمور قائمة يعني ليست لدينا إلا الشعب العراقي أن يقول كلمته، أن يغير حكومته. طيب كلام سليم، كلام سليم. أرجع لحضرتك بعد لحظات أستاذ كاظم إذا تسمح لي، نستمع لرأي السيد أبو عمر من الناصرية. تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. حياك الله، اهلا وسهلا. شلونك استاذ محمد؟ ابو عمر ويا من الناصريه. كل الهلا يا ابو عمر، تفضل. طبعا والله اقول مع الاسف، زين ولا مع الاسف على هاي الميليشيات اللي هناك، زين هم ميليشياتهم في العراق. نعم. وجاي يداولون بهالسموم هذا، بهالمخدرات هاي، زين ولا ما حطوا وجههم الدولة على ما سقطوها على مو مرشات ومخدرات. وهاي احزابهم معاي موجودة بالله، زين السجناء يبيعون على السجناء، يعني مشكلة من 2003 حتى يعني، يعني والله كل العراق ختك، يعني تسمعي ضابط الكريم، زين يعني يا مجلس الأمين يا أمم المتحدة يا أمم المتمادر بيهم. نعم. يعني والله العظيم دمروا شباب العراق دمار، كيف هالمخدرات هاي مالتهم، هم نفسيتهم الحكومة، هم جاي يبيعون، يعني تجارة يعني هاي خرابة، قالوا انا هاي السموم جاي يدخلونها من ايران. نعم. ايران ما خلت عيشة على دولة لا ما سقطتها، كيف ام الاشياء بحرسها بالقاعة السوداء، اللهم اشفق مني يا عمي، يا عمي يا سامي. نعم. والله انا العام وايران حتى خامني. طيب. يا سامي يا ذوله اصلا كل اسلام ما عندهم. نعم، وصلت الفكره ابو عمر من الناصريه، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. أستاذ كاظم، سيد أبو عمر من الناصرية ذكر جزئية تتعلق بالموقف الدولي، يقول بأنه ألا يعلم العالم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن العراق بيئة خصبة لإنتاج المخدرات وتجارتها وتعاطيها؟ بحسب مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة يؤكد بأن هناك عمليات تصنيع، مصانع في السر لتصنيع مادة الكريستال ميث داخل العراق بعد أن كانت يتم استيرادها من إيران. يعني المجتمع الدولي على علم بمدى الكارثة التي وصل إليها العراق بسبب المخدرات، ومع هذا لا يوجد أي تحرك دولي. نعم أستاذ، بالنسبة لأمم المتحدة وتحرك الدولي، صراحة المجتمع الدولي يعني أي تحرك لابد أن يقوم به وفق حسابات دقيقة ومصالح لتلك الدول. يعني نحن كشعوب مسلمة، كشعوب الشرق الأوسط، ما لدينا من الحقوق الإنسان شيء كبير نعتز به، وهي في قيمنا يعني ليست بالمقابل، ولكن بعض الدول ما يتغنى بحقوق الإنسان، هذه الحقوق الإنسان عندما نجلس معهم، عندما نفاوضهم على هذه الأمور، يأتون ويعني مقابل هذا الأمور يطلبون منك مصالح مادية، مصالح سياسية، منافع إلى آخره. فهذه الحالة أنا برأيي الشخصي لابد أن تكون هناك جهود عراقية خالصة شعبية، رجال الفكر، أحزاب سياسية نظيفة في هذا المجال، الشباب مخلصين، يعني هذه رجال الفكر كما ذكرت، يا أساتذة الجامعة، أطباء، والمجتمع، لابد نحن أن نقوم بهذا الدور شيئا فشيئا، وصولا إلى أن يكون هناك ثورة فكرية ووعي في لدى الشعب العراقي.
إذا لم نقوم بتضميد جراحنا بأنفسنا لا أحد يضمد جراحنا، لأن المضمد الخارجي يريد منا أموال، يريد منا مواقف، يريد منا تنازلات عن الحالة السياسية، عن المبادئ الوطنية. نحن كشعب العراقي لا نقدم هكذا أمور، يعني كما ذكرت هكذا للخارج. لابد أن نقدم هذه التنازلات لبعضنا نحن كعراقيين، وأن ندعم إلى وعي مجتمعي لكي نخلق حالة سياسية مستقرة تبني البلد. طيب، من ضمنها هذه تعالج هذه الآفة التي نحن نتحدث عنها. أستاذ كاظم، الحكومة صاحبة الإمكانيات وصاحبة القدرات بكافة أنواعها، هي الأقوى في الدولة على مكافحة كل المشاكل سواء كانت مخدرات أو غيرها. طيب، هل تعتقد بأن حجم الدور الذي تلعبه حكومة بغداد يتناسب مع حجم تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خاصة وأن اليوم يعني العراق وصل إلى مراحل متطورة في عملية إنتاج المواد المخدرة، إن كانت عن طريق زراعتها في مزارع في المحافظات الوسطى والجنوبية بحماية جهات مسلحة وهذا باعتراف مسؤولين، أو إن كان عن طريق المصانع التي تنتج المواد الكيميائية أيضا المخدرة؟ فهل يتناسب الإجراء الحكومي مع حجم التجارة؟ أستاذنا العزيز، بالنسبة هذه المسألة، يعني الحكومة العراقية مكلفة بمشاكل اقتصادية ومشاكل أمنية وحتى اجتماعية وإلى آخره، ولا ضير ولا عيب عندما تعترف الحكومة بقدراتها أنها ربما لا تستطيع بالقيام بكل هذه الواجبات والمسؤوليات على عاتقها الدستورية والأخلاقية. لابد أن نعترف بهذا الأمر ونذهب كما ذهبنا في مسألة محاربة داعش، استعنا بالجهد الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. فكما ذكرت منذ بداية حديثي في هذه المجال، هذه الآفة لا تقل خطورة عن محاربة داعش، عن مكافحة السلاح النووي سواء كانت إيراني أو إسرائيلي، أيا كان مخاطر إبادة البشرية تأتي من هذه الأمور. المخدرات كذلك تعتبر من الإبادة البشرية، تفقد الشعب العراقي مستقبلها. فالحكومة بحاجة إلى هذا الاعتراف وأن يذهب إلى تحالف إقليمي ودولي. هناك دول أكيد سوف تساعد العراق، لديها قدرات في هذا الجانب. لا نذهب بعيدا نقول الولايات المتحدة وإلى آخره، هذه تركيا بلد جار لنا، فلنذهب في تحالف معها في هذا الشأن. هذا اللي تفضلت به يعتمد على صدق النوايا. يعني هل أبدت هذه الحكومات منذ 20 سنة، منذ عام 2003 لغاية اليوم، أبدت أي نية صادقة تجاه تغيير الوضع في العراق نحو الأفضل لكي الآن نعتقد بأنها قد تسير في هذا الاتجاه؟ يعني إذا نحن لا نأخذ الظواهر السياسية بالمطلق، لابد أن نكون ننصف في بعض المجالات. هناك تحركات في برلمان العراقي من حيث تشريعات ولو هي بسيطة وبطيئة، وهناك دعوات لتشكيل هيئات ترتبط بمجلس الوزراء، وهناك جهد حكومي كما ذكرت أنه مجلس الوزراء السيد السوداني ذهب إلى سوريا وهي يعني منبع لهذه المشاكل المخدرات. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على سوريا عقوبات اقتصادية وسياسية جراء وجود يعني تجارة مخدرات بشكل رسمي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. فعراق إما أن يذهب مع جهود الدولية كولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، أو أن تبقى تعتمد على إمكانياتها الذاتية، وهذه الإمكانيات الذاتية لا تستطيع فرض حلول
خاصة التعامل مع الجانب السوري أو إيراني بحاجة إلى أن تكون مع محور دولي قوي في هذا الشأن، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي، تفرض عليك في مكافحة المخدرات وأمور أخرى، يفرض عليك التزامات سياسية واقتصادية معينة. إذا أردت أن تقضي على هذه الآفة وتكافح المخدرات، فعليك إما اعتماد على قدراتك الذاتية وهي غير موجودة بمستوى الطموح في العراق، أو تستعين بجهد الدولي الموجود الذي أيضا سيطلب مقابل كما تفضلت في قبل قليل، تنازلات يريد تنازلات. بعض الدول لا تريد التنازلات عن السيادة الوطنية، مهم خط أحمر عندنا في العراق، ربما تحتاج منك يعني أمور تجارية اقتصادية كتركيا وبلدان اتحاد أوروبي آخرين، فإذا نتعاون بالممكن المجال الاقتصادي متاح، لماذا لا نتعامل مع المجال الاقتصادي وندع من يفرض علينا مجالات أخرى كتنازل عن المبادئ والسيادة الوطنية؟ عفواً أستاذ كاظم، ما هو نوع التعامل أو التعاون التجاري الذي يعني تقترحه؟ لأنه العراق الآن حاليا لا توجد دولة في العالم لا تريد استغلال العراق والاستفادة من ثرواته، وأغلب الدول المحيطة العراق هو عبارة عن مستورد أول ورئيس منها، لأن هو بلد يعتمد اعتماد كلي على الاستيراد، تمام؟ فما هو طبيعة التعامل الاقتصادي؟ يعني طبيعة التعاون الاقتصادي مثلا على سبيل المثال، إذا أخذنا جانب التركي، إذا ضاعفنا، إذا طلبنا من تركيا بمضاعفة الاقتصاد بمقابل أن يكون هناك تعاون تركي دولي إقليمي، تركيا تستطيع أن تؤثر على إيران وسوريا، ولكن العراق لا يستطيع أن يؤثر على سوريا وإيران بمفرده. فهذه الملفات دولية يعلمها صانع قرار السياسي، من يعمل في علاقات الدولية يعلم جيدا هكذا أمور، كيف يتفاوض، كيف يتفاعل مع معطيات الدولية. فالمخدرات كما ذكرت آفة جدا كبيرة. سؤالي الأخير لحضرتك أستاذ كاظم إذا سمحت لي، كيف تقيم وضع المجتمع العراقي اليوم في ظل وجود 50% من فئة الشباب مدمني مخدرات، في ظل وجود واحد من كل ثلاثة عناصر أمنية داخل الأجهزة الأمنية الحكومية مدمن على المخدرات بحسب أرقام حكومية، وهم المفروض هم اللي يحمون الناس من هذا الخطر، كيف تقيم وضع المجتمع اليوم؟ طبعا هذه الإحصائيات سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة، حتى وإن كانت هي حالات فردية، فكما ذكرت شخص واحد عراقي عزيز على بلده، لابد أن نحترم إنسان كأنه شخص واحد أو عشرة أو مليون، نفس الشيء إنسان واحد مهم. أما تقييمنا لأوضاع الحالية لما يقوم به الحكومة من الجهود ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات التشريعية برلمان، كل هذه الجهود إذا أخذناها بتزايد في تجارة المخدرات ويعني تعاطي المخدرات، هذا الشيء كما ذكرت هي قليلة جداً، جهد غير يعني متفاعل بمستوى القضية الحالية، بحاجة إلى إجراءات جدا كبيرة كما ذكرت، إذا كانت محدودة غير قادرة الحكومة على هذا الأمر فعليها بالاعتراف و يعني اعتماد على الجهد الإقليمي والدولي في هذا المجال. أما البقاء على هذه الأمور وتستر عليها فأكيد سوف يؤدي بانهيار جدا كبير لدى أوساط اجتماعية عراقية. يعني هذه المخدرات ليس فقط شخص يؤذي نفسه، من كان يملك عائلة يؤذي امرأته، يؤذي زوجته، يؤذي أطفاله. صحيفة الاندبندنت البريطانية
وبالاستناد على شهادات من ضباط داخل مراكز شرطة في محافظة البصرة، معظم الجرائم الجنائية التي تحدث في محافظات وسط وجنوب العراق بسبب المخدرات. نعم أكيد، يعني الوقوع في محاذير أخرى، إذا شخص فاقد لشعوره أو لعقله وهو إذا كان حارس أمن، رجل أمن أو جالس في الحدود، ممكن أن يمرر كل شيء. يعني العراق من جراء هذه المشكلة أو هذه الظاهرة سوف تفقد قيم اجتماعية، تفقد أموال كثيرة، وتسبب بمشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية. يعني العراق سوف يكون مديون إلى العالم بمليارات الدولارات إذا قام بمعالجة هذه الظاهرة. إذن لا نذهب إلى هذا المصير المجهول، علينا أن نتعاون فيما بيننا كعراقيين ومؤسسات الدولة العراقية، فإذا احتجنا إلى جهد دولي فلا بأس أن نذهب إلى ونتعاون مع الجهد الدولي بمقابل أمور قليلة. الآن لا سامح الله إذا لم نقم بهذا الجهود، بالمستقبل سوف يكون هناك استفحال هذا الأمر، ونذهب وتذهب مستقبل الدولة العراقية إلى مصير مجهول. الفكرة أستاذ كاظم ياور، كما يريده أوساط الخارجية أن يكون العراق دولة مفتتة قيميا شعبيا اجتماعيا. طيب، ويؤدي بتفتيت هذه الدولة لا سامح الله. شكرا جزيلا أستاذ كاظم ياور الباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.